النهاردة هعمل لكم وصفة عصير مختلفة ومناسبة لفصل الصيف، وهي تفاح بالخوخ. هننزل بتفاحية في الخلاط تكون مستوية شوية، وهنزل بشرايح خوخ مستوية، وهنحط السكر حسب الرغبة، وهننزل بقطع التلج، وهنضربهم مع بعض في الخلاط، وهنصب العصير في الكاسات. وبكده يبقى خلصنا العصير بتاعنا. مستنية أعرف رأيكم بعد ما تجربوه. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.